لكنني أبدأ من الموصل حيث سيادة العقيد عبد الجبار العبو. سيدي الكريم، حرب الموانئ والسعي للسيطرة على البحر الأسود، في تصورك إلى من تميل كفتها سيادة العقيد الركن؟ أولا شكرا أستاذ محمد، تحية لك ولمشاهدي قناة القاهرة الإخبارية وللأخوة الضيوف. مما لا شك فيه أن الكفة تميل إلى روسيا، وذلك بسبب وجود أسطول كاملة ألا وهو أسطول البحر الأسود، مقابل عدد من السفن البسيطة متواجدة في البحرية الأوكرانية في ميناء أوديسا. والضربات الأخيرة الصاروخية وخصوصا الصواريخ المركزة التي طالت هذه المناطق وتحديدا أوديسا بعد عملية تفجير جسر القرن، أثرت بشكل كبير على هذا الميناء وعلى المرافقات الحيوية في هذا الميناء، وخصوصا المرافق الخاصة بالبحرية. لذلك فإن البحرية الروسية وأسطولها المتمثل بأسطول البحر الأسود له الكفة العليا. واليوم كان هناك خبر لعملية تمرير قامت به البحرية الروسية باستهداف سفينة قديمة وهي أيضا أوكرانية، كانت قد سيطرت عليها القوات الروسية منذ عام 2014 ترنوبول، تم استهدافها بصاروخ موجه أيضا سريع وأسرع من سرعة الصوت حوالي 3 أضعاف، وتم تدمير هذه السفينة في المناطق الشمالية الغربية من البحر الأسود. أي أنها كأنها عملية محاكاة لأي تواجد لأي سفينة أوكرانية في هذه المنطقة التي سوف تكون منطقة مشتعلة وملتهبة خلال الأيام القريبة. إذن حينما تقول الدفاع الروسية سيادة العقيد إنه أي سفينة حتى لو كانت ناقلة حبوب وترفع أي علم حتى ولو كان علما لدولة غير متورطة في هذا الصراع بشكل أو بآخر، حينما تقول سنستهدف ذلك فورا وسنعتبره لنقل السلاح ولنقل الذخائر، هذا التهديد مخيف سيادة العقيد؟ بكل تأكيد بكل تأكيد، طالما أن شبه جزيرة القرن وإمداداتها أصبحت مهددة بعد القصف الأوكراني لجسر القرن، فإن أيضا مياه البحر الأسود سوف تكون محرمة على أي سفينة سواء كانت مدنية أو غير مدنية، وحتى أي علم ترفعه سوف تكون هذه المنطقة منطقة حركات عسكرية، كما أعلن عنها يوم أمس من قبل وزارة الدفاع الروسية، وهذا ما سنتوقعه خلال الساعات والأيام المقبلة. لن تتحرك أي سفينة في مناطق شمال غرب البحر الأسود.